صباح الخير مشاهدين الكرام. أولا فيما يخص الحالة اليومية لشبكة الطرقات لهذا اليوم، أغلبها مفتوح للسير، حركة المرور بها عادية باستثناء دائما المقاطع الموجودة على مستوى المدن الكبرى والتي تعرض بعض الاختناقات إما بسبب الكثافة المرورية أو بسبب ورشات الأشغال الموضوعة على بعض المحاور من شبكة الطرقات. فعلى مستوى ولاية الجزائر العاصمة سجلنا الطريق السريع الجنوبي رقم 161، هذا المحور يشهد عادة ما يشهد بعض الاختناقات خاصة في الفترة الصباحية والمسائية على مستوى محاور المطار إلى غاية مدخل بلدية الدار البيضاء. نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطني رقم 5، كذلك يشهد بعض الاختناقات في حركة المرور ابتداء من الساعة 8 صباحا إلى غاية 8 مساء، خاصة على مستوى المكان المسمى حي البرتقال بلدية الدار البيضاء. سجلنا كذلك الطريق الولائي رقم 133، كذلك يشهد بعض الاختناقات على مستوى منطقة الربوة البيضاء بإقليم بلدية السويدانية. نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطني رقم 1 في شطره الربط بين منطقة عين المالحة وجنان الساري ببلدية بئر خادم، كذلك يشهد بعض الاختناقات وهذا راجع إلى ورشات الأشغال الموضوعة على هذا المحور. سجلنا الطريق الوطني رقم 11 في شطره الربط بين الجزائر العاصمة ومدينة زيرالبا، كذلك يشهد بعض الاختناقات خاصة على مستوى محول سيدي منيف. بالنسبة لولاية بومرداس نبقى دائما نسجل الطريق الوطني رقم 29، هذا المحور عادة ما يعرض بعض الاختناقات وهذا راجع إلى ورشات الأشغال الموضوعة على مستوى حي طواشنا ببلدية بودواو. بالنسبة لولاية قسنطينة سجلنا بها الطريق الوطني الولائي المزدوج رقم 101 في شطره الربط بين مدينة قسنطينة وبلدية عين سمارة، يشهد بعض الاختناقات خاصة في الفترة المسائية ابتداء من المنطقة المسمى محجرة شمال إفريقيا إلى غاية محور الدوران نحو بلدية علي المنجلي. بالنسبة لولاية باتنا كذلك سجلنا الطريق الوطني رقم 77 في شطره الربط بين مدينة باتنا ومروانة، يشهد بعض الاختناقات كذلك على طول الجزء الرابط بين مدينة باتنا وشعبة. هذا فيما يخص أهم المحاور التي تشهد اختناقات في حركة المرور. أما عن إحصائيات حوادث المرور خلال 24 ساعة الماضية، وحدة الدرك الوطني سجلت 44 حادث مرور، أسفرت هذه الحوادث للأسف الشديد عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 82 شخص بجروح. بالمقارنة بنفس الفترة السابقة نجد أن هذه الفترة عرفت انخفاض في عدد الحوادث بست حوادث مرور، ولكن سجلنا ارتفاع في عدد القتلى بثلاث قتلى وارتفاع في عدد الجرحى ب 27 جريح. الولايات التي سجل بها اكبر عدد من هذه الحوادث هي ولايه الصيف، الجزائر العاصمه، البوليده، ولايه ورقله، وولايه باتنا. اما عن الاسباب العامه المؤديه الى هذه الحوادث، من خلال تحليل هذه الاحصائيات تثبت في كل مره ارتباط السلوك البشري بهذه الحوادث، وهذا بمخالفات معروفة على رأسها الإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، وعدم احترام المسافة الأمنية بالمركبات، بحيث نجد أن الصوت تسببوا في 41 حادث مرور من مجموع 44 حادث مرور، تسببت في حادثين، والمحيط تسبب في حادث مرور واحد.